السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم على ضوء القمر، لنتحدث اليوم ونتسامر مع ضيف عزيز وهو من الضيوف الطيبين الذين سنستمتع بالحديث إليهم وبالاستماع إلى تجربتهم الثرية بفضل الله تعالى. ضيفنا اليوم ولد في أمريكا لأبوين، لأب ألماني وأم ماليزية من أصول صينية، ثم عادوا مرة أخرى إلى ألمانيا ليعيشوا هناك حتى سن 16 من عمره. بعد ذلك بسبب سنتعرف عليه هداه الله عز وجل إلى الإسلام، ولكنه لم يتوقف أو يتباطأ، وإنما بدأ رحلة جديدة من الحياة ملؤها العمل والإنجاز والإبداع والدراسة والتحصيل إلى كل ما سنتعرف عليه في هذه الشخصية. بعدها سافر إلى مصر، وهناك تعلم في الأزهر الشريف من مرحلة الابتدائية حتى تخرج من الجامعة، ثم عاد بعد ذلك إلى ألمانيا ليعيش فيها عامين، ثم يذهب مرة أخرى إلى المدينة المنورة لمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم على أيدي بعض العلماء والمشايخ هناك، ثم اختار إسطنبول واختار تركيا البلد المسلمة ليعيش هو وعائلته في هذه البلاد المسلمة لأسباب سنتعرف عليها كذلك. نحن مع شخصية شابة زاخرة وفريدة، هكذا نظن، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. رحبوا معي بضيفنا الأستاذ محمد إحسان الداعية الإسلامي الألماني، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيكم. إذن نحن حاولنا أن نقدم للجمهور عرضا سريعا لهذه الحياة المباركة إن شاء الله. نبدأها بالمرحلة الفارقة في حياتكم التي بدأت عمليا من اعتناقكم للإسلام في سن 16 من عمركم. السبب وراء ذلك، كيف كان هذا التحول؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أسلفتم، أنا أسلمت قبل 20 سنة، وكان ذلك في شبابي، وكنت في ذلك الوقت أصاحب المسلمين كثيرا، بل كان جل أصدقائي من المسلمين. فقدر الله عز وجل أن اثنين منهم بدأ أن يتوجه إلى شيء من التدين. أحدهما كان يسكن في حي الذي كنت أقطن فيه، وكان من المزنة. فهذا الأخ قدر الله عليه أن يبدأ بصيام رمضان، وكان يكثر من الحديث في جلساتنا عن الإسلام. فتأثرت بذلك لأنني كنت قد تربيت على الدين وعلى على الإيمان بوجود الله عز وجل وتعظيمه ومحبته، لكن كنت نصرانيا لا أعرف كيف أعبد ربي. فلما رأيت هذا الأخ، هذا الصديق المقرب إلي في الحي الذي كنت أسكن فيه، يتعبد إلى الله عز وجل بالصيام ويكثر من الحديث عن الإسلام، رغبني ذلك في معرفة ما عنده. فدار الحديث بيننا كثيرا، ولم يكن على دراية تامة بالدين، ولم يكن يعني ذا علم بالإسلام. إنما هذا السلوك أحببت سلوكه، يعني صومه وذكره. نعم. وبعض المعلومات التي تكلم. نعم. فيها. فكان الحديث يعني كما أسلفت بيننا كثيرا عن الإسلام. نعم. وهو سألني مرة يوما ما سؤالا أثر فيها، وقال لي: كيف تعبد ربك وماذا تفعل لربك؟ وفي الحقيقة أنا كنت أدعو قبل المنام كل يوم كنصراني وقبل الأكل، لكن لم يكن لدينا رؤية واضحة في التعبد. فلما رأيت أنه يعلم أن المسلم يصلي 5 صلوات وعليه الحج وعليه صيام رمضان، رأيت أن لديهم رؤية واضحة، فظللت أفكر في هذا السؤال ولم أجد له جوابا. فتأثرت به في الحي الذي كنت أسكن فيه. وفي الوقت ذاته كنت إذا ذهبت إلى المدرسة كان لي صديق آخر من تركيا، وهذا الأخ أيضا لم يكن متدينا بمعنى الكلمة، لم يكن يصلي، لكن صام رمضان أيضا، والعجيب أنه كان في صيامه يحافظ على جوارحه، يحاول أن لا يعني أن لا يتحدث بالفحش،
وما إلى ذلك، فأثر أيضا فيها هذا الموقف، فبقيت متأثرا بين هذين التأثرين في الحي وفي المدرسة. طبعا تتحدث عن شخصين طالبين صديقين في وسط من طلاب الألمان وغير المسلمين، يعني هكذا. نعم. سبحان الله. نعم. وهذا الأخ الذي كان في حي لم يكن يدعوني إلى الإسلام صراحة، لأن كما أسلفت لم يكن على معرفة بالدين. وأما الأخ التركي الذي في مدرستي، لما دار الحديث بيننا عن الإسلام كان صريحا ويدعوني إلى الإسلام ويقول لي: أسلم، أنت معروف عنك أنك تؤمن بوجود الله ولا تقبل التنقص للذات الإلهية. فيعني في ألمانيا قد يحدث في المدرسة أن مدرسا يتنقص الذات الإلهية، أو طالب مثلا. أنا كنت أرفض ذلك تماما وكنت أقاوم ذلك. فهذا كان معروفا. هل حصل أن دخلت في حديث أو مشادة مع أستاذ؟ نعم. أو طالب. نعم. في هذا؟ نعم. يعني تنقص أمامي أستاذ الذات الإلهية فقمت ورددت عليه. فكان ذلك معروفا عني، فالأخ التركي الذي كان في مدرستي دعاني إلى الإسلام صراحة. وظل يدعوني إلى أن يعني قلت أن أريد أن أسلم. لمن قلت ذلك؟ قلت له. الأخ التركي. نعم. فهذا الأخ بارك الله فيه ذهب إلى مسجد في حيي ونسق مع إمام المسجد وأخبره بأنني قادم إليه الجمعة، يعني الجمعة في ذاك الأسبوع، وأنا راغب في الإسلام. فهو أخبرني بذلك بأن لديك موعدا مع الإمام الفلاني في المسجد الفلاني. الإمام أيضا من أي بلاد؟ هذا مسجد تركي والإمام من تركيا. يعني. فأنا علمت بالموعد وعلمت أنني سوف أسلم في يوم الجمعة، فذهبت إلى الوالدة رحمة الله عليها وأخبرتها بذلك، لكنها كانت رافضة لهذه الفكرة ولهذا القرار، وقالت لي: إذا بلغت 18 من عمرك يمكنك أن تسلم، أما قبل ذلك لا. هي كانت متخوفة أن أتطرف أو أن أسلك سلوك بعض المسلمين، يعني كنا نراهم في حياتنا. نعم. وأنت كنت قبل 18 بعامين، يعني نعم. ليس كثيرا. فهذا النزاع الذي حدث بيني وبين الوالدة جعلتني أتشكك هل أقدم أو أتأخر. فصولت لي نفسي أن أؤخر الإسلام إلى ذاك السن المذكور، فاتصلت بهذا الأخ التركي وقلت له: سوف نؤجل ذلك. فالأخ التركي بارك الله فيه وتقبل الله منه أصر على إسلامي، مع أن هذا الأخ لم يكن يصلي، سبحان الله، وأصر على الإسلام وقال: ذاك العمر الذي أنت فيه هو أنسب عمري، وناقشني وأصر إلى أن أقنعني. هذا كله من شخص في نفس العمر كان نفس في نفس المستوى والعمر، سبحان الله. فاتفقنا على الموعد وذهبت إلى المسجد وقابلني أمام المسجد وأدخلني إلى المسجد وغادر. كان في حالة لا تسمح له بدخول المسجد. نعم. لأنه لم يكن متدينا، سبحان الله. فدخلت إلى المسجد والإمام رحب بي ودار بيننا نقاش وأنطقني الشهادتين وخيرني بين الأسماء الإسلامية، فاخترت الاسم محمد وأسلمت. عظيم، مرحلة جميلة. وهنا بدأت الحياة الجديدة. نعم. بكل ما فيها، حياة حافلة بالعمل. الآن أنت لم تسلم وتبقى مسلما عاديا بين القوسين كالذين اختلطت بهم في تلك الفترة أو الذين تراهم الآن من المسلمين، إنما ذهبت إلى يعني حدود بعيدة من العمل ومحاولة أن تكون داعية، ومع أنك لا تحب هذه الألقاب أنا أعرف ذلك، لكن نحسبكم كذلك. مسألة أن تبدأ في رحلة العلم والطلب والتحصيل والدراسة والجد والاجتهاد، هذه بدأت أيضا بشكل مبكر عندما ذهبت بعد ذلك لا أعرف بفترة قصيرة أم طويلة إلى مصر لتلقي العلوم. نعم، أنا سافرت إلى مصر. عفوا، قبل أن ننتقل إلى هذه المرحلة، ماذا كان موقف الوالدين من إسلامكم عندما علما بذلك؟ الوالد توفي قبل إسلامي، هو توفي وأنا ابن 7 سنوات. صغيرا كنت توفي نصرانيا. والوالدة طبعا رفضت تماما، لكن أنا يعني بقيت على إسلامي وتعلمت الصلاة وبدأت أن أصلي، فتقبلت ذلك مع الوقت. نعم. وأسلمت فيما بعد؟ بعد ذلك أسلم أخي الشقيق بعدي.
أنتم أخوان. نعم، وأسلم أخي الشقيق واسمه إبراهيم الآن، وأسلمت الوالدة بعدنا، أسلمت الوالدة الحمد لله، وتوفيت رحمة الله عليه قبل سنتين مسلمة رحمها الله. نعم، إذن انطلقت بعدها كما قلنا إلى الدراسة في مصر. نعم، يعني الذي يسلم قد لا يشعر ذلك، المسلم التقليدي الذي تربى في بيئة إسلامية أو في أسرة إسلامية، الذي يسلم كأنه يبدأ حياة جديدة، أذواق مختلفة ورؤية مختلفة. أنا أذكر أنني بعدما أسلمت واعتنيت بالإسلام قليلا بقراءة القرآن، القلب لم يتحمل يعني البيئة الألمانية التي كنت فيها. أنا كنت كثيرا ما أجلس في المسجد وأعتزل الخارج لأكون في المسجد وليأتعبد. قد لا يفهم ذلك المسلم التقليدي، لكن لابد أن تفهم المشاعر التي يعني تنشأ عند من يسلم. فلم أكتفي بذلك، وإنما اشتدت رغبتي لمعرفة الإسلام الحقيقي، وكان الحاجز بيني وبين هذه المعرفة اللغة، بما أنني لا أنطق باللغة العربية، فبحثت عن سبيل لأسلك طريقا ألتمس فيه علما. فكان وقع الاختيار الأول على باكستان، بما أنني كنت أصاحب بعض الناس من باكستان، فالتقيت بأحد المشايخ ولديه مدرسة في كراتشي، وتقدمت لهذه المدرسة وقبلني، لكن قدر الله أن الأمر لم يتم. ثم أخبرت بأن وفودا سعوديا يقدم إلى ألمانيا للبحث عن من يرغب في طلب العلم، فتقدمت إليهم، فعلمت أن البرنامج لهذا الوفد هو يقام في مصر، فقبلوني كذلك، وقبلوا أخ زوجتي وأخ زوجتي أيضا من ألمانيا أسلم بعدي. أنت تقول ذلك، أنت كنت متزوج في هذا العمر؟ لم أكن متزوجا، هو لم يكن بعد. هو أصبح أخا. نعم، نعم، نعم. فذهبنا سويا إلى مصر ودرسنا اللغة العربية، وكانت الخطة أو البرنامج الذي درسنا فيه أن ندرس سنتين ونعود بعدهما داعين معلمين. لكن لا يخفى عليكم، سنتان لا تكفيان لتحصيل العلم الشرعي الحقيقي أو العميق. نعم، فلم أكتفي بذلك وإنما درست العربية. أين درستم هاتين السنتين؟ كان هناك برنامج يسمى الحرمين. نعم، لعلكم يعني، وكنا ندرس في مسكن خاص لهؤلاء الذين انضموا إلى هذا البرنامج، وكان يشرف علينا شيخ مصري توفي رحمه الله، وكان يربينا، كان بمثابة الوالد، ونحن درسنا عنده 9 سنوات. كان يوجهنا ويعلمنا ويربينا، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يرحمه. فدرسنا اللغة العربية في دراسة مكثفة، يعني 6 ساعات في اليوم، لأن الخطة كانت كما قلت أن نعود بعد سنتين داعين معلمين. فكنا نقضي 6 ساعات في اليوم في العربية، ونعود ونتغدى ونشرع في حفظ القرآن مباشرة. بعد حفظ القرآن ندرس علوم مختلفة من أصول التفسير والفقه والعقيدة، وكان برنامجا مكثفا جدا. كم ساعة يوميا تقريبا؟ يعني من الصباح 8 تقريبا إلى بعد العشاء. وكان عدد الطلاب الذين كانوا معنا 30، ولم يبقى منهم إلا 3، وكنت أحدهم. يعني الباقي أين ذهب؟ لم يكمل؟ يعني انقطعوا، لأن البرنامج كان مكثفا حقيقة. ثم بعد هاتين السنتين أنا قررت أن أبقى في مصر، والشيخ يعني سهل لنا البقاء في مصر، ودرسنا عنده، وقررنا أن نلتحق بالأزهر. فالتحقت بالأزهر، وبما أنني قد تعلمت العربية وتعلمت النحو والصرف والبلاغة وختمت القرآن، يعني دخلت إلى مرحلة. هذا كله تعلمت في سنتين. نعم، في سنتين. ثم عندما دخلت الأزهر كنت قد قطعت شوطا، يعني لم تبدأ من البداية. نعم، لما دخلت إلى ما يسمى امتحانا للقبول، المختبر علم أنني ختمت القرآن فاختبرني في القرآن وقال لي أبشر أنت ناجح، يعني مباشرة. ما شاء الله. فدخلت إلى آخر مرحلة قبل الجامعة، يعني باختصار ثانوية يعني. نعم. ثم كان هناك امتحان تحريري وشفوي، والتحقنا بالجامعة في الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف. وأنهيت الجامعة أيضا الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف. نعم، إذن أنت أزهري. أرجو ذلك. ما شاء الله. هذه مقامة قوية يعني. نعم، كبيرة. نعم.
بعدها كنت ترغب في تمديد الإقامة والاستمرار في مصر، لكن يعني ظرفا اجتماعيا طرأ وعدت إلى ألمانيا لمدة سنتين. كيف كان الانتقال إلى هناك؟ بماذا شعرت؟ أنت انقطعت عن ألمانيا قرابة 10 سنوات، والعودة إليها بشخصية جديدة، بعلم جديد، برؤية جديدة، كيف كان بالنسبة لك في تلك المرحلة؟ كنت في الحقيقة متخوفا من أن ينفلت العلم مني بسبب كثرة المعاصي الموجودة هناك، يعني هكذا كان تفكيري. لكن مع الوقت يعني كلما طالت الإقامة في ألمانيا تعودنا على الوضع. نعم. وكنا منشغلين بالتدريس والدعوة هناك في ألمانيا، وكانت لدينا حلقة في تحفيظ القرآن وفي الفقه، ووجدت أثرا طيبا يعني لدى الشباب الذين حضروا هذه الحلقات. يبدو أنك تزوجت في فترة مبكرة في مصر. نعم، تزوجت في فترة دراستي في مصر. من سيدة ألمانية. نعم. ألمانية. من أصول ألمانية. نعم. وهي أسلمت أيضا. أسلمت. لم تكن مسلمة. أسلمت بعد أخيها الذي رافقني إلى مصر. يعني أنت كنت تعرف أخاها، وعندما أسلم ورافقك إلى مصر تعرفت عليها وتزوجت. هو يعني قدم لي الزواج بأخته في مصر. ولم تكن مسلمة آنذاك. هي أسلمت لكن لم تكن يعني أيضا متعمدة تقيم الأركان أو الواجبات. فهو قدم لي هذا الزواج وطرحه علي فقبلته، وكان الشيخ المربي الذي يتولى أمرنا يرغبني في ذلك فزوجنا. جميل. مرحلة مصر حتى ننتهي منها لم تكن مرحلة عادية بكل تأكيد، فيها تلقيت العلم وتعلمت اللغة العربية وتشربت الإسلام وتعمقت فيه، وهي مدة ليست قليلة بالمناسبة. نعم. يعني 10 سنوات تقريبا، لا شك أنها أثرت فيك كثيرا وتركت يعني أشياء لا تنسى. اختلطت بالعديد من العلماء الذين توفوا، كما قلت أستاذكم رحمه الله، وبعضهم ربما لا يزالوا أحياء. نعم. ما الذي أثر فيك؟ هل تذكر سواء من الأشخاص أو المواقف ما أثر فيك كثيرا ولا تزال تتذكر إلى اليوم؟ يعني الذي هناك أمور كثيرة أثرت فيا، من أهمها أن بعدما نتعلم العلم الشرعي أو شيئا منه ندرك أن الفهم كان في واد قبل التعلم وأصبح في واد آخر بعد التعلم. فكان لدينا تصور مع العلم نعلم أنه لم يكن صحيحا أو لم يكن بالقدر المطلوب. فبعد التعلم علمنا أن ثم تصورا آخر هو الصحيح في الإسلام، فهذه استفادة كبيرة أولا. وهذا تعلمنا من شيخنا، يعني مثلا أن الخلاف لا ينكر وما إلى ذلك، الخلاف السائغ، هذه الأمور سهلت الحياة بالنسبة لنا. كانت هناك في البداية لم تكن كذلك الأمور، إما هذا أو ذاك، يعني أبيض أو أسود. نعم، لأن كنا لم نتعلم الدين الإسلامي. فبعدما شرعنا في طلب العلم فهمنا أن ثمة أمورا جهلناها. والأمر الثاني هو جانب التعبد والتنسك، فكثيرا من مشايخنا كانوا قدوة في التعبد والتنسك وعلمونا ذلك، وكنا ننتفع بلحظهم قبل لفظهم. فأضرب مثالا، كان أحد مشايخنا يصلي في التراويح بخمسة أجزاء ما شاء الله. يعني تخيلوا واحد ويأتي من أوروبا ولا يرى ذلك، يقرأ ذلك عن السلف فيرى أمامه شخص كأنه جاء من السلف إلينا. سبحان الله. فيصلي بخمسة أجزاء، وآخر قبل كل درس يقيم العشاء بجزئين أو جزء في مسجد، الناس الحاضرون في هذا المسجد يعلمون أن الشيخ يتنسك بهذه الطريقة. فهذا أمر استفدت منه كثيرا في مصر، وتركت فيه أثرا كبيرا في حياتي بعد مصر. هل ما زلت على تواصل مع بعض هؤلاء العلماء والمشايخ؟ نعم، ما زلت على تتواصل معهم؟ نعم. جميل. بعد البقاء في ألمانيا لمدة 2 عامين أثرت أيضا الترحال مرة أخرى. نعم. ولكن هذه المرة إلى بقعة من أطهر البقاع على وجه البسيطة، إلى مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وهناك مكث لمدة 2 عامين. نعم. كيف كانت هذه الرحلة الروحانية الجميلة؟ يعني المدينة هي المدينة، يعني لا نقدر على وصفها. هذا هو التعريف. نعم. لا نقدر على وصفها. فبقينا فيها 2 سنوات بفضل الله، وكانت النية أن نبقى فيها أطول، بل أن لا نفارقها.
لكن الظروف لم تسمح بذلك. مع ذلك استفدنا كثيرا، وإلى الآن أولادي يذكرون هذه الفترة وأنها فترة جميلة. كنت برفقة العائلة يعني؟ نعم. مع الأولاد والزوجة، وكنا ندرس في المدينة في المسجد النبوي على أيدي بعض العلماء يعني في فترة سنتين، وبعدها غادرنا المدينة إلى تركيا. إلى تركيا. اختيارك لتركيا لم يكن أيضا عفويا أو عبثيا أو غير مدروس إنجاز التعبير، يعني كان من المفترض أن تفكر مرة أخرى بالعودة إلى ألمانيا، حيث أنك ألماني الجنسية، زوجتك كذلك، وأن تعود إلى هناك لتدعو إلى الله عز وجل وتستمر في هذه الرحلة من العمل والدعوة، لكنك اخترت تركيا مرة أخرى. لا أعرف ما هي الأسباب، الآن ربما نتعرف عليها. لماذا اخترت أن تعيش في تركيا وليس في ألمانيا أو أي بلد آخر؟ نعم، بعدما كنت في مصر وتزوجت ورزقت بأولاد، رأيت أن البيئة في ألمانيا لا تناسبنا، يعني هذه رؤية كانت مبكرة عندي. ماذا لديك من الأولاد بالمناسبة؟ عندي 5 أولاد. ما شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. يعني هذه رؤية كانت مبكرة عندي، فأنا كنت لا أنوي العودة إلى ألمانيا بأولادي. لو كنت منفردا لعدت إلى ألمانيا صراحة، لأن الدعوة مهمة هناك، لكن أرى أن البقاء هناك بالوضع الحالي الآن على حساب الأولاد. أنت لا تعتقد أن البيئة هناك حتى البيئة الإسلامية قد تساعدك في حمايتهم أو المحافظة عليهم؟ هل هذا صعب لهذه الدرجة؟ نعم، أنا أعتقد ذلك، أن هذا صعب، وأن البيئة هناك لا تناسبنا، يعني هذا الذي أعتقده، هذا رأيي الشخصي يعني. فأنا قررت أن لا أبقى هناك، فلذلك ظللت متفكرا إلى أين أذهب. فبما أن ثم في تركيا أصدقاء كثر كانوا معي في مصر، اقترحوا علي أن آتي إلى هنا، فأتيت إلى تركيا. وتعيش في تركيا منذ متى؟ منذ 2018. نعم. لا تذهب إلى ألمانيا بين الفينة والأخرى يعني؟ بلى، ذهبت لما كانت الوالدة على قيد الحياة، كنت أذهب كثيرا. بعد وفاتها انقطعت الآن سنتين، لكن سوف أعود قريبا إلى ألمانيا لزيارة الأخ الشقيق ولبعض الأصدقاء. الأخ الشقيق أيضا هو مسلم؟ نعم، هو أسلم بعدي كما قلت. نعم، تفضلت. طيب، نظرتك أو نظرتك، خلينا نقول بالطريقة الصحيحة، إلى العمل الدعوي والدعاء في ألمانيا بعد هذه المرحلة من التحصيل العلمي والعمل في مجال الدعوة أيضا من خلال وجودك هنا في تركيا، أو من خلال العمل في المجال الدعوي عبر أونلاين وغيرها من الوسائل والطرق، كيف تبدو الآن حول الوضع في ألمانيا؟ نحن، أنت تعرف قصة الشرق والغرب، هذه عقدة وموضوع ضخم جدا. نعم. ربما نأتي إليه من أطرافه البسيطة فيما يتعلق بالعمل الدعوي وانطباعاتكم، نقول، وليس يعني آراء خلينا نقول مدعومة بالمعلومات والأرقام المؤكدة. نعم. إنما انطباعات من داعية لصاحب تجربة ذهب إلى ألمانيا كثيرا في الأونة الأخيرة، عاش في بلاد العرب. حول هذا الموضوع ماذا يمكن أن نقول؟ هل هناك عمل دعوي حقيقي في ألمانيا وفي عموم الغرب بشكل عام؟ نعم، الدعوة موجودة وهي متفاوتة، يعني قوتها متفاوتة من دار إلى دار. فألمانيا مثلا قوة الدعوة فيها ليست كالدعوة في بريطانيا مثلا أو في فرنسا. فقوة الدعوة متفاوتة بين هذه الديار، لكن المشكلة التي أراها في ساحة الدعوية في الغرب عموما خاصة في ألمانيا هي عدم الأهلية التي تؤهلنا للدعوة كما ينبغي. فهناك يعني نقص كبير في صفوف الدعاة، العدد كبير، هناك كثير من الناس يدعون إلى الله عز وجل ويتصدرون، لكن هل الأهلية موجودة فيهم؟ هذا محل النظر. ماذا تقصد بالأهلية العلمية يعني؟ هل مثلا هل درسوا فعلا؟ هل درسوا فعلا؟ هل أنجزوا شيئا؟ ما الذي درسوه؟ فلا يقبل أبدا أن شخصا درس سنتين فيتصدر الإفتاء، وهذا وما أكثره في الغرب. ولا يخفى عليكم أن الذي يفتي بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، خاصة إذا باشر القضايا المصيرية أو الكبيرة. فلذلك عدم الأهلية العلمية يعني مشكلة عويصة وكبيرة.
طيب ماذا عن مساحة الحرية التي تعطيها الأنظمة هناك للعمل الدعوي؟ هل متاحة؟ يعني نعم هي متاحة، الحرية موجودة، لك أن تدعو وأن تعلم ولا بأس أن تجتمع بالمسلمين وأن تدرس، ليس هناك مانع. نعم لكن الحقيقة التي أدركتها من خلال تجربتي في التدريس هي ليست المشكلة هل لدينا حرية في الدعوة أو في التدريس، وإنما المشكلة أن شريحة كبيرة ممن يلتزم المسجد ويأتي للمسجد، هذه الشريحة الكبيرة اعتناؤهم بالدين ليس بذاك. فأنا من خلال تجربتي المتواضعة يعني رأيت أن كثيرا من الناس ممن يصلي 5 صلوات ولو بلغ 50 سنة من عمره أو ما فوق ذلك، نسبة كبيرة منهم ممن حضر الحلقات في تحفيظ القرآن نعم لا يتقن قراءة الفاتحة. فأنا أبقى متسائلا ماذا فعل المسلم في خلال هذه الفترة كلها حتى لم يتمكن من إتقان الفاتحة، ولا أتكلم أن يكون مجودا، أنا أتكلم أن يقيم حروفها. فهذا لاحظت ذلك، وهذه مشكلة. وكذلك لاحظت أن كثيرا من المسلمين ممن يلتزم المسجد ويصلي 5 صلوات مثلا يصلي بالعفوية ولم يقرأ كتابا واحدا مثلا في أركان الصلاة أو في واجباتها أو مكروهاتها، ولا يعلم من ذلك شيئا. فأنا أدركت هذا من خلال تجربتي المتواضعة أن الاعتناء لدينا ضعيف جدا، وضعف الاعتناء يعني يدل على خلل في المحبة، إذ لو كان المرء محبا لشيء يعتني به، فلا تجد معتنيا بشيء إلا وهو يعني يسعى وراءه ويريد أن يتعلمه وحقيقته. لكن كون الإنسان يدعي محبة الدين ومحبة الله ولا يقرأ عن دين الإسلام شيئا، هذه أعتقد أنها مشكلة. هذا ما دفعك إلى مزاولة التدريس والاعتناء بتعريف الناس بدينهم عبر الدروس والمحاضرات التي تقوم بها باللغة الألمانية؟ نعم. لدينا الآن دروس عن بعد مع بعض الشباب يعني في ألمانيا ومنذ فترة معهم، وتخرج فيهم 5 حفاظ الآن، وإن شاء الله نسأل الله أن يكثروا. ما شاء الله. هل تجد اهتماما وعناية كبيرة منهم في هذه المسائل؟ يعني عندنا مجموعة ليست مفتوحة للكل، وإنما أشترط على كل من يريد الحضور أن يلتزم بحلقات الحفظ، فلابد أن يحفظ القرآن وأن يدرس، يعني أن يقارن بين الأمرين. فمن ينضم إلى هذه المجموعات لابد أن يبدأ اعتناء واهتماما. هؤلاء من المسلمين بالأساس أم من غير من الذين أسلموا مجددا؟ أنت تهتم بهذه الشريحة أم بعموم المسلمين؟ بعموم المسلمين، هناك في يعني من بيننا عرب وأتراك وكذلك من أسلمة. عظيم. أيضا موجود. طيب في اتصالا أو يعني توضيحا أكثر لما تفضلت به قبل قليل، يعني أنا عندما سألتك عن المساحة المتاحة لمزاولة العمل الدعوي قلت لي يوجد ذلك، لك أن تدعو وكذا، لكن في الغرب ربما في ألمانيا أيضا يسمحون لك بذلك، لكنهم في المقابل على صعيد المساس بالإسلام ورموز الإسلام يسمحون لغير المسلمين أن يفعلوا ذلك، يحرقون المصحف الشريف مثلا، يرسمون رسوم مسيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم مثلا لن يسمحوا لأحد أن يمس في موضوع مثل موضوع المثلية الحاصل الآن الذي يعني أصبح هناك حالة من الترويج العالية الآن له. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ ما هذه العقلية؟ كيف تسمح لأحد أن يحرق مصحف شريف هو رمز بالنسبة للمسلمين، هو كتاب الله عز وجل، بينما لا تسمح للآخرين أن ينتقدوا أو يقفوا ضد مسألة الشواذ أو المثلية؟ يعني أنا أعتقد من فهم حقيقتهم علم أن هذا متوقع منهم، يعني الإساءة إلى الإسلام متوقعة منهم، وعدم قبولهم للإسلام مثلا وترحيبهم للإسلام أيضا متوقع منهم، ومن علم ذلك لم يستغرب، فهم لن يقبلوا الإسلام، هذا أمر مفروغ منه. لكن الذي محل الإشكال أو محل التساؤل، هم يدعون أنهم دعاة حقوق وحرية لكن يلتزمون هذه المبادئ فيما ذكرتم أنتم. يعني إذا جئنا إلى الإسلام هناك حرية، افعل بالإسلام ما تريد، أما فيما يخالف ما يريدونه هم فلن يقبلوا هناك الحرية أو الحقوق، فليس لي أن أعبر عما في نفسي
فيما يتعلق مثلا بالمثلية دون أن أمر بمضايقات أو بمشكلة. أما فيما يخص الإسلام فالمجال مفتوح لكل من هب ودب. إذن هناك نفاق. نعم هناك نفاق في عموم الغرب بشكل عام وخاصة في ألمانيا كما تفضلت. وأظن أن هذا النفاق لا ينطلي الآن على أحد. يعني هذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنهم ينافقون فيما يدعون. لكنهم أيضا يريدون أن يقدموا صورة الديمقراطية، الحرص على الآخرين، حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ونجد أنهم يعني في كثير من الموضوعات وحتى موضوع اللاجئين، وهنا اسمح لي أن أتوقف قليلا، أنت من الذين بإمكانهم العيش في ألمانيا بكل سهولة، بينما هناك عشرات أو مئات الآلاف من الناس يهاجرون سنويا إلى ألمانيا وإلى الغرب بصفة عامة، ويهربون طبعا من الظروف المعروفة الكثيرة، لكنهم ربما لا يفكرون بمسألة الأبناء وكيف يمكن أن يعيشوا والحفاظ على الإسلام. اسمح لي أن أتوقف هنا وتعطينا نصائح أو توصيات في هذا الموضوع لمن ذهبوا إلى هناك، هاجروا إلى هناك بفعل أسباب كثيرة، كيف يمكن أن يعيشوا في ظلال يعني الواقع الغربي بكل تفاصيله التي تعرفها جيدا؟ يعني أنا شخصيا أتفهم أن كثيرا من المسلمين يهاجرون إلى الغرب أو إلى ألمانيا تحت هذه الظروف التي يمرون بها القاسية، ولكن ينبغي أن يعلموا أن الغرب لن يقبلوهم بغير ثمن، فهناك ثمن لابد من دفعه، وهذا ثمن آجلا أو عاجلا أو آجلا سوف تلحظ ما هذا الثمن، وهو أن تدفع الثمن فيما يتعلق بهويتك وبتربية أولادك وبعروبتك إن كنت عربيا مثلا. هذه الأمور لابد أن تنسلخ منها شيئا ما في تربية أولادك، أقصد التربية الإسلامية، وكذلك في ثقافتك العربية. لابد لن تكون مقبولا قبولا تاما إلا إذا تنسلخ عن هذه الأمور، ولو انسلخت لن تكون مقبولا. لابد أن يدرك هؤلاء الإخوة الكرام هذه الحقيقة، ولابد أن يدركوا أيضا أن البلاء في الغرب موجود أيضا، لكن البلاء في الغرب يمس الباطن والقلب، البلاء في ديارنا في الغالب في ديار المسلمين يمس الظاهر والجوارح، والبلاء في الغرب أشد. فالبلاء الذي يمس القلب والاعتقاد والإيمان والسلوك أخطر. فكم نسمع الآن، أنا التقيت شخصيا بأخ من إحدى الدول العربية هاجر إلى ألمانيا يشتكي من ابنته الكبرى أنها لا تطيعه في شيء من الأمور، وآخر يشتكي من ابنه أنه أصبح يتناول المخدرات مثلا، فما أكثر هذه القصص. فلابد خاصة الوالد الذي يهاجر إلى هذه الديار مع أسرته أن يكون مدركا لهذا الواقع ولهذه الحقيقة، هناك ثمن لابد من دفعه، هل هو مستعد لدفع ذلك؟ البيئة في ألمانيا ليست مناسبة لنا، وفي الغرب عموما ليست مناسبة لنا. بماذا يمكن أن تنصح في هذا الموضوع؟ بمعنى الذين ذهبوا إلى هناك بفعل الظروف الصعبة القاسية التي تعرفها في البلاد العرب وبلاد المسلمين، أصبح أمرا واقعا، هو موجود هناك الآن، لديه أبناء ربما صغار ربما كبار، هل هناك إمكانية لتخفيف الضرر الذي يمكن أن يقع به وبعائلته مما تفضلت به؟ يعني أنه يذهب إلى مراكز إسلامية مثلا، يعلمهم القرآن جيدا، تكون هناك محاضرات أونلاين، يعني حتى لا يكون هذا الانسلاخ كبيرا أو هذا البعد عن التربية الإسلامية والروح العربية أو الروح الإسلامية بشكل عام كبيرا. أولا نصيحتي في هذا الأمر الذي سألت عنه هو أن المسلمين لا يرون غير المسلمين مثليهم، وهذه المشكلة الآن عندنا، نحن ننظر إلى أهل الغرب كأنهم هم المتقدمون ونحن المتخلفون في كل شيء، مع أن من أدرك حقيقة أهل الغرب يرى فيه من العورات ما الله بها عليم من حيث التعايش وما إلى ذلك، والمسلمون في هذا الجانب متقدمون عليهم كثيرا. فينبغي للمسلم أن يفتخر بثقافته الإسلامية، وللعرب أن يفتخر بعروبته ولا يشعر بالخجل،
يعني هنا المبدأ، إذا بدأ إذا لم يكن لديه هذه هذا الافتخار سوف يذوب في المجتمع الغربي. لابد أن يفتخر أنه عربي وثقافته قوية جدا ومحترمة، هذا مبدئيا. ثم لابد أن يسعى في إيجاد بيئة لأولاده ولأسرته في المسجد وفي غير المسجد، بيئة يعني يستطيع من خلالها أن يقلل من الأضرار، لا أقول أن يسلم من الأضرار، وإنما يقللها بأن يكون هناك أنشطة للأولاد في الدين وفي غير الدين في بيئة محترمة تحافظ على أولاده وعلى أسرته. فالوالد لابد أن يسعى في هذا الأمر، والأسرة بأكملها لابد أن يسعوا في هذا الأمر، في إيجاد بيئة وفي اختيار الأصدقاء المناسبين للأولاد مثلا وللأسرة، فلابد أن يكون السعي في ذلك. جميل. الفكرة الأولى أو النقطة الأولى التي تفضلت بها مهمة للغاية، إنه الحل يبدأ من الداخل، أن نشعر نحن أنه لا ينقصنا شيء، يعني عقدة النقص نتخلص منها كمسلمين كعرب وكمسلمين بشكل عام يعني. لكن إذا بقيت هذه عقدة النقص موجودة، نشعر دائما الغربي متفوق علينا وكأنه متفوق في كل المجالات، وهذا غير صحيح. صح أنه متفوق علميا، متقدم تكنولوجيا، لكن في موضوع الأسرة مثلا هو غير متقدم. لكن هذا التفوق حتى هذا الذي ذكرتموه إنما هو في ظل الظروف التي تسمح له بالتفوق. نعم، نحن في ديارنا نمر بظروف لا تسمح لنا بهذا التفوق. نعم. أنا أقول دائما للإخوة العرب، لو أتيحت لنا هذه الفرص وهذه الظروف التي عندهم سوف نتفوق عليهم. عندنا من العقول العبقرية أنا رأيتها في مصر ما رأيت لها مثيلا في الغرب. التقيت بمشايخ دكاترة في الطب ودكاترة في الشريعة، جمعوا بين علمين وحصلوا على درجة الدكتوراه في علمين، فهذا مثال جميل جدا. وحتى أنا رأيت الدراسة في مصر يعني ليست سهلة، الدراسة مكثفة جدا في المدارس الحكومية حتى، لكن تنقصنا هذه الظروف التي تسمح لنا بالتفوق. فليس العيب في عقولنا أو في ثقافتنا، وإنما الظروف هي هكذا. نعم، لا، هناك حكمة من الله عز وجل وهناك أسباب منا جعلتنا نعيش في هذه الظروف، لكن ليس يعني تفوقهم ليس ذاتيا. نعم، وإنما هو نتيجة للظروف التي يعيشون فيها. نضيف على ذلك أنهم سبب في خراب بعض البلدان يعني العربية والإسلامية كما هو معروف. في العراق احتلوا العراق ودمروه وخربوه، وهو في كثير من الدول العربية والإسلامية لا يسمحون بالنهضة حقيقية، هم يعني لديهم يعني تحكم بهذه المسألة كما تعرفون. أستاذ محمد أحسان، الحديث معك شائق جدا في الحقيقة، وأنا مستمتع بهذا الحديث. لكن في نقطة أخرى أستاذ محمد أحسان، تتعلق بالدعوة، العمل الدعوي في الغرب بصفة عامة وفي ألمانيا بصفة خاصة. لابد أن هناك إنجازات كبيرة قام بها الدعاء والمراكز الدعوية والمساجد هناك، ولابد أن هناك بعض الملاحظات أو بعض ما تراه، ما ترى أنه من الواجب تجاوزه لمزيد من العمل والإنجاز في هذا الجانب. تقييمي للحالة الدعوية في ألمانيا، في ألمانيا بالذات، أنها حالة طيبة والدعاة كثر، لكن كما تفضلت به سابقا الأهلية العلمية هي التي تنقصنا. فهناك من يتصدر ويريد الخير لكن لا يحسن الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومن الذي يقدم ومن الذي يؤخر. فهذه الأهلية التي تنقصنا هي مطلوبة جدا الآن، ولذلك من يذهب ليطلب العلم في ديار العرب مثلا أو في غيرها لابد أن يفهم أننا في حاجة إلى من يتقن الفقه حقيقة، ليحسن الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولئلا يفسد في فتاويه أكثر مما يصلح. فهذه الأهلية مطلوبة وأرى أنها ناقصة. وفقه الأقليات، هذا الفقه ناتج عن هذه الأهلية، وهذه الأهلية لا تحصل إلا من خلال الدراسة الفقهية التراثية كما ورثناها عن أسلافنا. فينبغي للدعاة أن ينشغلوا بذلك الأمر. جميل. هذا أمر مهم. إلى جانب الابتعاد عن التناحر والخلافات في بعض المسائل التي لا يعنى بها الغرب كثيرا يعني، أو لا يعنى بها الناس هناك كثيرا يعني. أنا نصصت على هذه المسألة لأن هذا التناحر يزول بهذا الفقه.
أحسنت. من أتقن الفقه وفاهم الفقه التراثي لن يتناحر في مسائل الفرعية، سوف يتقبل الخلاف، وممكن أن نمضي في طريقنا الدعوي ونتقدم. أما أن نظل واقفين في مسائل فرعية يمكن أن نضرب عليها معبرا، وذلك لأجل جهلنا بما يسوغ وما لا يسوغ، فهذه مشكلة كبيرة، وهذا الذي نعاني منه كثيرا في الغرب. وكما قيل الإنسان عدو ما يجهل. صحيح. نعم. طيب نعود إلى حياتك التي مررت بها. الآن أنت كما فهمت منك بعض الذين كانوا سببا في إسلامك للأسف حادوا عن الطريق مرة جديدة، هل تفكر بالتواصل مع ذلك الشخص مثلا؟ أو نعم طبعا، هذا الأخ الذي ذكرته من بوزنة الذي كان جارا لي في حي، يعني سمعت أنه ألحد، أصبح ملحدا، فحاولت التواصل معه لكنه يجتنبني، أظن ذلك خجلا وحياء منه، لكن ما زلت أحاول، وإذا وجدت فرصة سوف ألتقي به. أنا أسافر قريبا إلى ألمانيا، وإذا وجدت فرصة سوف ألتقي به. وأما الآخر التركي فانقطعت الأخبار، لكن أدعو له بأن يصلحه، بأن الله يصلحه، وأن يدخله الجنة وأن يتقبل منه. في هذا الموضوع نحن نفرح عندما يدخل أي أخ إلى الإسلام من دين آخر، نفرح كثيرا، رغم أن هناك حالة دائما من تجهيل الناس، وحالة من محاولة إبعادهم عن الإسلام، سواء المسلمين أنفسهم أو غير المسلمين، بتخويفهم، بممارسة بعض الضغوط النفسية عليهم، بكثير من الأشياء كما تعرفون. ما العوامل الجاذبة التي يمكن أن تجعل شخصا يفكر بدخول الإسلام؟ من أهم هذه العوامل أن يتم البيان الصحيح عن الإسلام الحقيقي. يعني هناك تشويه كبير حتى من صفوفنا، هناك جماعة كثيرة تسببت في تشويه سورة الإسلام، فأن يتم البيان الحقيقي عن الإسلام هذا مطلب مهم. جميل. وأن يتم تعليم الناس بأن الإسلام ليس بذاك الذي يصورونه، وإنما هو مختلف تماما، فهذا أمر مهم. وأعتقد أنكم تحتاجون بشكل عام إلى الإعلام بمختلف الوسائل الموجودة اليوم، خاصة في موضوع السوشيال ميديا وما إلى ذلك، أنتم بحاجة إليه كثيرا. نعم. أو بحاجة إلى إتقانها، وأن تكون هناك وسائل إعلامية. هل يوجد في الغرب أو في بعض الدول كألمانيا مثلا وسائل إعلامية خاصة بكم تقومون بها من خلالها بالدعوة مثلا؟ يعني خاصة بنا ليست كثيرة. نعم. لكن الدعاة يستفيدون من يوتيوب مثلا أو من الفيسبوك وما إلى ذلك، ونشيطون في هذه الوسائل. هل يسمح بمثلا إنشاء تلفزيون أو راديو وما إلى ذلك؟ نعم يسمح. لكن لا يوجد. يوجد لكن ليس بذاك العدد الكبير، يعني موجود لكن ليس بذاك العدد الكبير. نعم. وهذا يتيح أو يقرب أكثر، يقربكم أكثر للناس ربما. قد يكون. نعم. نعم. ألا تعتقد أستاذ محمد بأن هناك حاجة للاهتمام أكثر بالمسلمين الأقليات الموجودة هناك من خلال برامج وأنشطة ومواد تكون متناسبة؟ يعني هؤلاء جاءوا من خلفية إسلامية، جاءوا من خلفية عربية مثلا أو غيرها، وربما من السهل المحافظة عليهم كما قلنا سابقا. هل هذا موجود حسب رؤيتك؟ هل هذا متوفر؟ وهذا الذي كنت أريد أن أتطرق إليه، أن فيما أعتقد أن الأهم أن نعتني بالمسلمين البعيدين عن الدين. إذا أسلم أحد في سبيل ذلك الحمد لله نرحب به، لكن أن نصب جهودنا في غير المسلمين حتى يسلموا وننسى المسلمين البعيدين عن الدين، أنا أظن أن ذلك من الخطأ. فالمسلمون هم رأس مالنا، لابد أن نعيدهم إلى المساجد وإلى التدين، فلابد أن يكون أكثر جهودنا منصبا على المسلمين البعيدين عن الدين، هذا الذي أعتقده. وينبغي للمساجد أيضا أن يعتنوا بهذا الجانب كثيرا. والدعاة وهم بالمناسبة سيكونون دعاة بأخلاقهم بين الناس، يعني المسلمون منتشرون في المجتمعات الموجودة هناك، وبالتالي ينشرون الإسلام يعني من حيث لا ندري، يعني صحيح بتصرفاتهم. صحيح. بأخلاقهم وما إلى ذلك. طيب هذه النقطة تحديدا بحاجة إلى برامج، بحاجة إلى كما قلنا إلى فعاليات. وهنا أسمح لأتطرق إلى نقطة أخرى تتعلق بوجود بعض الشعوب وبعض الأقليات المسلمة الموجودة في بعض الدول، بعضها حافظت على هويتها إلى حد بعيد. نضرب مثالا هنا عن الأتراك مثلا في ألمانيا،
لديهم أعداد كبيرة جدا في ألمانيا منذ عقود طويلة، لكن كما نسمع وكما نقرأ حافظوا إلى حد كبير، لديهم مساجد، لديهم محال، لديهم مطاعم، لديهم يعني لديهم ثقافتهم التي حافظوا عليها، ولديهم صلة ببلادهم بشكل أو بآخر. هل هذا يساعد كما قلنا مرة أخرى على الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية، المهم الإسلامية يعني حتى لو لم يكن عربيا؟ ومن الممكن هذا يساعد الناس الآخرين، يعني تجربة وجود أقلية مثلا في بلد ما يستفيد منها، تستفيد منها أقلية أخرى في بلد آخر. بلا شك أن هذا يساعد جدا، وأذكر الآن خاصة في المدينة التي تربيت فيها في ألمانيا، هناك منطقة في هذه المدينة أكثر سكانها من المغرب العربي. والحمد لله هؤلاء أيضا حافظوا على ثقافتهم، وعلى يعني في الجملة لديهم محال، لديهم أكثر من مسجد ونشيطون، ولديهم يعني شارع بأكمله أكثر سكانه مغاربة. فهذا بلا شك يعني يساعد في الحفاظ على الهوية والثقافة، وهذا مطلب مهم، وينبغي لمن يسكن في هذه الديار أن يسعى لذلك. نعم. السؤال الأخير، ما مخططك القادم على صعيد العمل الدعوي والعلم والتحصيل وما إلى ذلك، حتى نختم بهذا الطموح إن شاء الله المستقبلي؟ أنا أتمنى أن أكمل دراستي، ولا زلت أدرس، وإن شاء الله تعالى أتمنى أن أكون عالما فقيها إن شاء الله، وأيضا أن أكون نشيطا في التدريس، وأن أساعد الناس في ألمانيا من أسلم أو من كان مسلما تقليديا أن يفهم دينه وأن يتفقه في دينه بحيث يفهم حقيقة الإسلام. فهذه أمنيتي أن أبقى إن شاء الله يعني نشيطا في هذا المجال إن شاء الله. ونحن نتمنى لك وندعو لك بالخير والسداد والتوفيق إن شاء الله تعالى في هذه الأمنيات وفي عملك الدعوي. شاكرين لك الحضور وفي هذه المقابلة الجميلة، وإن شاء الله هذا اللقاء الأول يكون لقاء رقم 1000 بعد فترات من الزمن إن شاء الله تعالى، مع داعية كبير وعالم من علمائنا الأجلاء. شكرا أستاذ محمد إحسان الداعية الإسلامي الألماني، الذي سعدنا باستضافته والتعرف على رحلته من المسيحية إلى الإسلام إلى الدعوة إلى الله عز وجل. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.